طب الأسنان يخلق الجدل. وفاة طفل خلال الأسابيع الماضية بعد تدخل طبي لمصنع أسنان عاد بمهنة مرممي الأسنان إلى واجهة النقاش. الإطار القانوني غائب والمهنة تمارس في إطار ترخيص يحدد مهام المرمم في العمل المختبر، لكن العادة شائعة أن مصنع الأسنان يتدخلون طبيا لمعالجة المرضى، فأين الخلل؟ عندهم واحد الترخيص ولا الموافقة على أنهم ما عندهمش الحق يمسوا الفم ديال اي مواطن، يعني ما خصوش ياخذ القياسات، ما خصوش يركب ليه، ما خصوش يقدم العلاجات، خصو يكون عنده صناعه رمامات الاسنان بطلب من طبيب الاسنان. ذهبنا الى مختبر لصناعه الاسنان بالقريطره، هنا فهمنا ان ممتهني هذه الحرفه ينقسمون الى شقين، ففي الوقت الذي يمارس فيه بعضهم خارج القانون، هناك اخرون منظمون داخل مؤسسات ويعملون حسب المعايير المعمول بها دوليا. كنخدموا في اطار قانوني اللي كنوفروا الطلبات ديال الطبيب، ما عندناش اي علاقه بالناس اللي كيخدموا مع المواطن مباشره، مع المريض مباشره، احنا ما كنستقبلوش نهائيا المريض داخل المختبر ديالنا. أطباء الأسنان يحذرون من تبعات التدخل الطبي لغير أهل اختصاص، أمر يجعلهم يتواجهون بالنداء إلى المواطن مباشرة كي لا تتكرر الأخطاء القاتلة. تنصح المواطنين أن قبل ما يتوجه يعني يستشر مع الجيران ديالو ومع الأصدقاء أنه فين هو طبيب الأسنان، لأننا الآن لاحظنا واحد الظاهرة أن مرممي الأسنان يعني صانع ومرممي الأسنان أخذوا دبلومات باك بلس 2 ولو تنتحلوا الصفة. لا يبقى والحالة هذه إلا تفعيل آلية المراقبة والتسريع بإخراج القانون المنظم لمهنة تصنيع الأسنان إلى الوجود. عوامل بإمكانها رفع اللبس ووضع حد للجدل بين مهني تصنيع الأسنان والأطباء المتخصصين.